الكفيل، وما أدراك ما الكفيل؟ الكفيل هو المسؤول عن الشخص اللي يجي للبلاد تحت كفالة شخص سعودي، سواء للعمل المنزلي مثل السواق أو الشغالة، أو في العمل التجاري كالعمال والموظفين. أشكر الرب على أنه معظم شعبنا السعودي طيب على الوافد إلا ما ندر. بس خلينا نشوف إيش الرب يسوع يبغى يقول اليوم للكفلاء. كلمة الرب تقول: وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابة. أفسس 6:9.